الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء. الحكومة تنفي اعتزامها هدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية. وزير البترول يعلن تسليم الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة. المزيد في التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة. كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في توشكا والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد. واطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية لفيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطط شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية. ومن جانبها نفت وزارة الأوقاف تلك الأنباء نفياً قاطعاً، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في الفيديو مغلوطة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددة على أن كافة مساجد آل البيت قائمة كما هي دون المساس أو الضرر بأي منها، مشيرة أيضاً إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني. قام وزير البترول المهندس طارق الملا بتسليم الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة عالمية، والتي ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط. وأكد الوزير أن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل في مجال خدمات السفن في مصر يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.